تحياتي للجميع، كيفكم؟ شو أخباركم؟ صار لي زمان ما صورت برا، فقلت استغل الفرصة أكيد هذا اليوم هذا الطقس الرائع لحتى أطلع. طبعا رائع بالنسبة للشتي وبالنسبة لهولندا. لأحكيكم عن خبر هو أبدا مش رائع، الخبر هو مؤسف. بيحكي عن قصة اعتداء على أحد القصر السوريين، وللأسف اللي مخلي الموضوع أشد أكثر إنه الاعتداء كان من هيلبفول لينر. هيلبفول لينر يعني شخص من اللي بيقدموا المساعدة الاجتماعية لهاي العائلة، وثقت فيها هاي العائلة. شخص كما يقول عنوان المقالة، أنا رح حط المقالة اللي جايب منها هذا الكلام بصندوق الوصف، قد تحتاج إلى اشتراك ما تقدروا تقروا أو تقروا قسم بسيط منه. رح حط صورة من المقال الموجود أيضا بالجريدة مشان الناس تطلع عليه، وعم بحكي يعني هلأ. أنا شخص يقول عنوان المقال يبدو للعالم الخارجي على أنه رجل نبيل جدا، شخص عمره 67 سنة، بيقدم مساعدة اجتماعية للعائلات زي الشغل اللي بيشتغله أنا سود وشنا. عندهم مشاكل طلاق، تربوية، مشاكل اندماج، ادمنستراتسي، مشاكل ادارية. فالمهم تم ربطه وزيت زيت بيير بيشتغل على حسابه، تم ربطه بعائلة سورية قادمين الجدد، يعني خلينا نقول الاب والام انفصلوا عن بعضهم حديثا، وعندهم اطفال من جملتهم مراهق عمره 15 سنة. فكما قالوا الدائرة المحيطة فيه، كان هذا الشخص يهب بشكل عاجل لحتى يساعد عندما يطلب منه أي نوع من المساعدة، كان موجود دائما بحياتهم لهدول الناس وقت شغله وخارج أوقات شغله، وتحول بشكل أو من الأشكال لصديق لألو لهذا الطفل. طبعا الموضوع ما طبيعي، واحد عمره 67 سنة وولد عمره أو مراهق عمره 15 سنة. الموضوع لما بدي ركز عن موضوع الاعتداء، موضوع الاعتداء كيف بدأ، بتحكي المقالة بتقول إنه هو أول مرة الولد صار عنده فور ستوبينج، يعني ضيق تنفس انسداد. راح الاخ صاحب النخوة اشترى كريم، قال له انا هذا الكريم بدهن لك في جسمك بترتاح عليه كتير. فدهن له جسمه للولد، هيك قال لي الدكتور. مد ايده على اعضائه التناسلية، هيك قال لي الدكتور. الموضوع تطور معه، المرة اللي بعدها شلح ثيابه وهو عم يعمل له المساج وحتى نام جنبه. طبعا هو بالمقالة بيقدم تبريرات كلها ما لها طعمة، انه كانت الدنيا عتم، هو ما بيشوفني بدون ثياب، وانا هيك الدكتور قال لي انه حتى اعضاء التناسلية مسجات. الحكي مش مقبول طبعا، بدي الموضوع هيك انه مساج وما بعرف شو. المرة اللي بعدها وصل المساج للفتحة الشرجية يعني للولد، يعني كان عم يجهز الولد ليصير في عملية علاج كامل. اللي صار لهون الولد ما انه مستوعب يبدو ايش اللي عم بيصير. الرجل عم بيحاول يساعدني اوكي وحباب والى اخره، وهو كان بيساعده للولد دائما بوظائفه المدرسيه، واحد من هاي وظائفه المدرسيه كان درس عن التوعيه الجنسيه. فهو هون قال لك هون فوت فوتك معلم، هاي فرصتك. راح جاب له فيلم اباحي، واحد بيقوم بالاستمناء وفرجع لي وفرجع شباب مع بعض عم بيجهزوا نفسيا للعمليه. يعني هون الولد قال لك لا لهون بس في شيء انا ما حاسه مزبوط. فراح حكى لامه يعني انه انا حاسس اني ماني مرتاح بهذا اللي عم شوفه، عم يحط لي على اساس تعليم. هون عملوا انخفت البوليس. نتيجه الحكم كانت ب 14 ديسمبر، هي سجن سنه ونصف له، توقيفه عن عمله طبعا، وممنوع يكون باتصال مباشر مع القصر. النتيجه بجميع الاحوال في ضحيه، في شاب تضرر، في شاب بده يصير عنده عقده نفسيه، بده يخجل بحاله الى اخره. انا هون ليش عم بحكي لهي القصه المخزيه بصراحه؟ عم بحكيها لسبب كتير بسيط. نحن متعودين الشرقيين كتير نخلط الشغل بالصداقة. هذا الرجل تحول بشكل من الأشكال، ونحن ما بنعرف الحدود يعني، أو ما بنطرح الأسئلة المناسبة. طبعا أنا ما بدي لوم حدا هون بالموضوع، ولكن نحن عم نحكي لناخد عبرة لحتى ما يتكرر، بغض النظر غلط مين ومين سوا، هو غلط الجاني بشكل أساسي، ولكن نحن أكيد في ثغرة بمكان ما سمحت له حتى يقوم بهالفعل هاي اللي هو قام فيه. لما شخص نحن منخلي علاقة شخص عمره 67 سنة تحول لصداقة مع شاب عمره 15 سنة، الموضوع ما هو طبيعي. المشكلة الأهم من هذا كلياته لما الأهل بيطلبوا مساعدة اجتماعية، وهني لأنني ما قادرين على اللغة وما قادرين يقوموا بالوظائف الأساسية. أنا ما عم بحكي عن مساعدة تربوية، هاي معناتها في مشكلة، في عدم بذل للجهد الكافي بهذا الموضوع. أنا عم بفترض طبعا، أنا ما بعرفهم للجماعة شخصيا، ولكن هاي الحالة كتير منشوفها. فبروح الولد بيلجأ لحدة تاني، يروح الولد بده يطلب مساعدة تانية، سواء الأم بتصير بتلجأ لحدة تاني، إذا كانت ست لحالة أنا بدي رجال إلى آخره. هذا الموضوع في كتير ناس ما عم تبذل فيه الجهد الكافي. ثالثا، نحن عدم معرفتنا كيف بتمشي الأمور بالبلد. هذا الشخص كمساعد اجتماعي، أنا كشخص لما بيجي
بصراحة أنا نادرا يسألوني، يعني أنا أيام بحكي من عندي أنا نحن شو بدنا نعمل، نحن هاي الخطة تبعنا 1 2 3، ما حدا بيسألني إنه أنت شغلتك شو، أنت بدك تساعدنا بشو. هذا السؤال من الطبيعي تسأله لما بدي يجي واحد، أنت شغلتك تساعدنا بشو أنت؟ أوكي، أنت بدك تحكي مع الولد، أنا بدي يكون تحت إشرافي، أنت ليش بدك تحكي مع الولد؟ ممكن هذا الشخص أي من أصله يكون مانو محطوط لحتى يساعد الولد أو يكون له كلام مع الولد، صار يجي بعدين خلص عقده ما بقى له شغل وصار يساعدهم بطريقة شخصية. الهولنديين مين قال إنه كلياتهم ملايكة؟ هني لا كلهم ملايكة ولا كلهم شياطين، في ناس مهووسة. شوف الأرقام، إحصائيات الجرائم اللي متعلقة بالاغتصاب وبالتحرش، والأرقام موجودة، يعني ما عالية مقارنة ببلاد الشرق ولكن موجودة، تحرش بالأطفال. هذا الموضوع نحن دائما في عنا فيه شوية تقصير، لسه ما انتقلنا بعقلية انه نحن عايشين في بلد اخر في قوانين اخرى بتحكمه. انا بدي اتعلم، اسأل انت شو شغلتك، عفوا انت شو بتقدر تساعدني، انا كيف بدي اضمن لك، بدي اسمح لك تفوت، ليش انت بدك تحكي مع ابني؟ انا حاول استغني عن هاي المساعدة وكون انا زي الفستان ده قدر الامكان. هاي المواضيع هاي كلياتها نحن في عنا قصر فيها، والأهم من هيك هو عائق اللغة. لما بيكون في عائق اللغة وعائق الثقافة مع بعض، أنت بصراحة ما راح تعرف شو صاير مع أولادك. أنت بصراحة كتير من الأوقات ذات أولادك لما بيروحوا بينموا بطريقة معينة بصيروا هنا بيعرفوا اللغة، بيطلعوا بيفوتوا أنت مكانك. أنت بدي يصير الولد، أنت مش مثله الأعلى للأسف. هذا الموضوع أنت بدي ينظر لك نظرة أنت القاصر، هو اللي بيعرف أكثر منك، وهو بالنهاية هو شخص قاصر زي حالة هذا الطفل اللي عمره 15 سنة وهو بحاجة لمساعدة، بس بكونك أنت مقصر فينظر لك على أنيتك قاصر. هلأ أنا هاي كلها افتراضات عم حطها من عندي، ولكن أنا بشغلي لأني بشوف من هذا الكلام كتير، برجع بقول هاي الأسباب كلياتها ما بتعفي هذا الجاني من جريمة، أنا بسميها جريمة، هي جريمة موصفة، ما بتعفي من مسؤوليته، ولكن بتسمح الفرصة لأمثاله بأنه يتمادوا أو يكون عندهم فرصة بأنه يوقعوا هيك ضحايا. لما بيشوف ضحية عندها اوكي من فئه ضعيفه اجتماعيا، خلينا اقول دائما الفئات الاضعف اجتماعيا، المعاقين ذهنيا، الاطفال، الاجانب، اليتامى، المشردين، هدول الفئات الاكثر عرضه للاعتداءات والاستغلال الجنسي، بالذات لما بنكون بنحكي عن قصر. بتمنى اكون فدتكم بهذا الفيديو، اسف اذا طولت عليكم، واسف اذا كان الخبر صادم شوي، ولكن انا عم بحكي لحتى نفهم منه العبره. بتمنى ما حدا يتعرض لموقف اصلا يحتاج لانه يفكر في هالعبره هاي اللي انا اعطيتكم اياها. بتمنى سنه سعيده على الكل، الفاست مستلفا يعني، وتحياتي للجميع، باي بايات.